الاعتماد فقط على الموبايل. هي مهمة بشكل أساسي إنه بتدفع الشباب خصوصا بعد التخرج إنه يشتغل ويطور هيك تطبيقات لا تأمل اليوم بالسوق، خصوصا مثل ما شفنا هنا التطبيقات تبعنا بتتعامل مع مؤسسات كمؤسسة حكومية أو مع مؤسسات خاصة أو مع المواطن العادي الموجود اليوم. فإذا بنحكي عن المؤسسات ممكن نحن نتعامل مع مؤسسة كمؤسسات المسؤولة عن البيئة مثلا، فنعمل ممكن نحن تطبيقات خاصة بالبيئة، تصور المواقع الموجودة اليوم بمواقع معينة مثلا القمامة أو حفرة معينة موجودة اليوم بالشارع مثلا، يصور المواطن العادي، فممكن نستفيد نحن من قدرات المواطن العادي من هذا الجهاز الموجود بإيد هذا المواطن العادي ونبعثها للجهات المختصة لتعالج هذا الموضوع.